للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام والمشهد السياسي بشكل عام في العراق ينضم إلينا من الموصل دكتور أحمد طارق أستاذ العلوم السياسية. برحب بك دكتور أحمد بداية على شاشة أكسترا نيوز وفي برنامج نبض العراق. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. استحقاق انتخابي جديد ينتظره العراقيون اليوم، طبعا بعد بت المحكمة الدستورية في دستورية الجلسة الأولى. اليوم تتجه الأنظار نحو التصويت على الرئيس الجديد للبلاد. كيف ترى دكتور فرص ربما المرشحين لهذا المنصب في ظل التوجه بمرشحين اليوم إلى بغداد وليس مرشح واحد من قبل الحزبين الكرديين؟ شكرا. فعلا يعني بدأ التغير المزاج السياسي مختلفا عما عهدناه في الانتخابات السابقة والدورات الانتخابية السابقة وتشكيل الحكومات واختيار رؤساء الجمهوريات. اليوم المناخ تغير، يعني the weather change political، المناخ السياسي بدأ يتغير كثيرا وأصبحت هناك توجهات تختلف اختلافا جذريا عما كان سابقا وما معمول به سابقا. اليوم هناك توجه لتحقيق الأغلبية، أي تشكيل حكومة الأغلبية بالاتفاق مع كتل سياسية معينة، ما تسمى ضمن المصطلحات الإعلامية هي البيوت السياسية السنية والبيوت السياسية الشيعية والبيوت السياسية الكردية. اليوم بعد أن تحقق الامتياز الأول وهو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ضمن التوافقات التي حصلت ما بين الأطراف المعنية باختيار رئيس البرلمان ونائبيه، يتجه الأنظار اليوم إلى اختيار رئيسا للجمهورية بنفس الآلية التي تم اختيار بها رئيس البرلمان ونائبيه. وهنا تكمن المشكلة، هل سنعود إلى ما كان معمولا به في الدورات الانتخابية السابقة وأن تكون الحصة ضمن ما يعرف بالعرف السياسي بأن تكون ضمن الرئيس الجمهورية هو من البيت الكردي، وهنا سوف ينقسم البيت الكردي، هل سيكون من اليكتي الذي هو حزب الاتحاد الوطني أم سوف يكون من الحزب الديمقراطي البارتي، وهنا سوف تظهر التناقضات والاختلافات ما بين البيت الواحد ضمن الفئة الواحدة وهو البيت الكردي. هل سوف يكون هناك اختيار ضمن ما معروف عليه بالعرف السياسي الكردي أن يكون من الحزب اليكتي من حزب الاتحاد الوطني، أم ستنتقل هذه الأعراف وتلغى هذه الأعراف وفعلا نبقى على العرف السياسي العام وهو أن يكون رئيس الجمهورية كردي بغض النظر عن انتمائه الحزبي إلى حزب ديمقراطي ام الى حزب اتحاد وطني. نعم، بطبيعه الحال دكتور احمد هناك شخصين يعني مرشحين، هشار الزباري وايضا برهم صالح. سؤالي الثاني برايي، كيف يمكن للتوازنات السياسيه وللكتله الاكبر اليوم في العراق ان يكون لهما دور تحديدا في حسم هذا الموضوع، في حسم منصب رئيس الجمهوريه؟ نعم، القانون العراقي والدستور العراقي قد حدد الآلية لاختيار رئيس الجمهورية في أن تكون بعد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه يقوم رئيس البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، والدستور حدد مدة محددة لاختيار رئيس الجمهورية، وفعلا بدأ رئيس البرلمان حدد يوم 8 من شباط فبراير القادم هو يوم يعني أو 7 فبراير القادم هو يوم اختيار رئيس الجمهورية. وهنا الدستور حدد أن تكون الاختيار بأغلبية الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية، وفي حال عدم تحقق تلك هذا النصاب يكون العودة إلى الأغلبية البسيطة التي هي يمكن أن يمرر بها رئيس الجمهورية. ولكن التوافقات السياسية والبيئة السياسية هي التي تصنع أو تحدد من هو سيكون رئيس جمهورية العراق لعام 2022، أي في الدورة الخامسة أو رئيس الجمهورية الخامسة بعد يعني تغيير النظام السياسي بعد 2003. طبيعة الحال يعني دكتور التفاهمات والاجتماعات متواصلة اليوم في العراق بين الأحزاب السياسية ربما للوصول إلى تفاهمات معينة. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد طارق أستاذ العلوم السياسية، حدثنا من الموصل على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل.